إن شاء الله اليوم غادي يكون الجمع العام التأسيسي لنادي الرشاد البرنوسي فرع كرة القدم الشاطئية. هذا يوم مشهود لأنه كنشوفوا فيه جميع الرشاديين كيجتمعوا في جميع الفروع. الأسبوع الماضي كان واحد الدوري ديال الفوتسال، اليوم كنشهدوا ميلاد ديال واحد النادي ديال كرة القدم الشاطئية. احنا كمكتب مديري ديال نادي الرشاد البرنوسي فرع كرة القدم كنتمنوا هذا المشروع وكندعموه، وان شاء الله حتى هو يكون عنده واحد الصيت والنادي يمشي للقدام في هذه الكرة القدم الشاطئية ان شاء الله. وعيا منا كفاعلين مدنيين بمقاطعة سيد البرنوسي بوجوب المشاركة في التنمية المحلية، فارتئينا أننا نأسس هذا النادي اللي غادي يكون يعني واحد قاطرة ديال التنمية الرياضية والثقافية والاجتماعية على رمال شاطئ النحلة، وكيف كيقولوا لي ولاد البرنوسي الشاطئ البلدية. فهذا الإطار هذا وبالترخيص ديال السيد رئيس الرشاد البرنوسي لكرة القدم مشكور، حيت يعني وفر لنا جميع الإمكانيات باش نأسسوا هذا النادي ديال كرة القدم الشاطئية. غادي نعملوا يد في يد بالتنسيق مع الفريق الأم باش يعني نخلقوا واحد الحياة على شاطئ على رمال شاطئ النحلة أو ما يسمى سابقا بالبلدية. فارتئينا مجموعة ديال الإخوان الفاعلين المدنيين باش نأسسوا هذا الإطار هذا ونساهموا في يعني في التنمية هذه، ونكونوا يعني نمدوا اليد للوليدات الصغار والشباب وباش يعني نضموا العصبة الجهوية ديال كرة القدم الشاطئية على مستوى جهة الدار البيضاء 16، ونفعلوا يعني الدور ديالنا كفاعلين مدنيين كيشتغلوا في على مستوى تراب عمالة مقاطعة سيد البرنوسي، نفعلوا الدور ديالنا ونكونوا نساعدوا الناس باش يمارسوا الرياضة على جنب البحر، ونوفروا لهم الظروف الملائمة بالتنسيق أكيد مع السيد رئيس مقاطعة سيد البرنوسي مشكور والسادة النواب البرلمانيين وعمالة مقاطعة سيد البرنوسي، اللي كنتمناو أنهم يعني ما يبخلوش علينا بمد يد العون والمساعدة باش يخرج هذا الإطار هذا الحيز التنفيذ ويكون عنده واحد الإشعاع كبير على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني، ويقوم بالدور المنوط ليه ويحقق الأهداف اللي تأسس من أجلها. فلهذا كنتمنوا أن جميع البرانيسة يتعاونوا ونساهموا جميع في التنمية المحلية والرقي بساكنة سيد البرنوسي وبحي سيد البرنوسي. وشكرا لمنبر أنفاس على الحضور ديالكم كمنبر إعلامي جاد.